النهارده وقع دكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس بروتوكول تعاون مع مؤسسه فاهم للدعم النفسي برئاسه السفيره نبيله مكرم للاستفاده من الكوادر العلميه المتخصصه في الطب النفسي ضمن انشطه المؤسسه لكسر وصمه العار من المرض النفسي. خلونا نشوف هذا التقرير. أنا سعيدة النهاردة بالتواجد في مقر جامعة عين شمس. بشكر الدكتور محمود المتيني الحقيقة على الاستضافة الكريمة والتعاون الحقيقة اللي بيبدأ بعد النهاردة بعد توقيع بروتوكول تعاون ما بين مؤسسة فاهم للدعم النفسي وجامعة عين شمس. بالتأكيد وزي ما القيادة السياسية الحقيقة دايما بتقول إنه البعد الأكاديمي في أي شغل من شغلنا لابد إن احنا نحطه بعين الاعتبار، لأنه الحقيقة احنا بنشوف المجتمع بيئن من إيه، بيعاني من إيه، وبالتأكيد إنه ملف الصحة النفسية بيأتي في مقدمة هذه الملفات. النهاردة لما اتكلمت مع دكتور محمود وأيضا مع السادة أعضاء هيئة التدريس في جامعة عين شمس، اتكلمنا على الأمور اللي لابد أن احنا نستفيد من خبرتهم فيها داخل هذه المؤسسة. مجموعات الدعم اللي بتقدمها مؤسسة فاهم للدعم النفسي للأمهات اللي بيطلبوا بالتأكيد نصائح من الدكاترة أو الأطباء المتخصصين مش عارفين يروحوا فين، احنا بنعمل مجموعات دعم وبنلجأ لهؤلاء الأطباء يشاركونا في هذه المجموعات طبقا طبعا للمرض اللي احنا بنناقشه كل مرة، وبيجوا بيدلوا بدولهم وبيردوا على استفسارات الأمهات. النهارده احنا سعداء بنوقع بروتوكول مع معالي الوزيرة نبيلة مكرم لمؤسسة فاهم ما بين مؤسسة فاهم وما بين جامعة عين شمس. الحقيقة موضوع الدعم النفسي احنا من أوائل الجامعات، من عشرات السنين عندنا مركز للدعم النفسي داخل كلية الآداب. طبعا عندنا مراكز للعلاج النفسي في كلية الطب، مركز الدكتور احمد عكاشة مركز رائد ومن اكبر مراكز مش في مصر في الشرق الاوسط. لكن احنا عايزين نفرق بين حاجتين، العلاج النفسي والدعم النفسي. الدعم النفسي موجود في كلية الاداب، في كلية التربية، في كلية البنات، واحنا رشحنا لمؤسسة فاهم اللي احنا فخورين بيها الحقيقة، وبنشكر معالي الوزيرة على هذه الفكرة الرائدة للتوعية اللي فعلا قد تكون ناقصة في مجتمعاتنا بشكل كبير. هي جمعية اجتماعية معنية اكتر بالدعم النفسي والعلاجات اللي هي فيها او التدخلات اللي فيها احاديث واستماع ونصح وخلاف، ودايما يظل في الظهير موضوع الطب النفسي.